وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي سعادة السيد محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب. سعادة النائب بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا على أهم المضامين التي شملها البيان الختامي لاجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية في العاصمة أبو ظبي؟ أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الاجتماع البرلماني الخليجي الهام، خاصة في هذه المرحلة التي يعيش فيها العالم اضطرابات مختلفة تزيد من أهمية التكاتف والتلاحم الخليجي، وهي بالمناسبة دعوة قدمها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم خلال الخطاب الذي ألقاه في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية. طبعا اجتماع الرؤساء حمل مضامين مهمة، خاصة في ظل التوجه الجامع لتعزيز الهوية الخليجية بين كافة دول مجلس التعاون، والذي توج باعتماد رؤساء البرلمانات الخليجية على توصيات الندوة التي انعقدت في دولة قطر الشقيقة، والتي تناولت دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية، وذلك تمهيدا لرفعها لمقام المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. ونحن اليوم بصدد تصاعد في مستوى التعاون الخليجي على مستوى موضوعات وملفات تتناسب مع المرحلة الحالية، حيث تم اعتماد موضوع الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي. إذن من أبو ظبي سعادة السيد محمد العليوي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.